مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ورح ننتقل مباشرة لأولى فقراتنا. طبيا يعرف السرطان انه هو مجموعة من الأمراض اللي بتتميز خلاياها بالتوغل والانتشار، وهي الخلايا المنقسمة عندها قدرة رهيبة على غزو الأنسجة وتدميرها. كثير من الأسئلة والاستفسارات والشائعات والأخطاء ممكن تكون الأشخاص بتعرفها عن هذا المرض، ولكن اليوم رح نعرف هذا المرض بالضبط، شو يعني سرطان وإمتى ممكن نحن ننصافي، وشو هي الأسباب يلي بتخلينا ننصاب بالسرطان، وأيضا هل ممكن اليوم يكون في طرق وقاية لحتى ما ننصاب بهذا المرض، وأيضا كثير من التفاصيل وطرق التشخيص ومراحل العلاج. كل هاي التفاصيل مع الدكتورة نورس جعفر، اختصاصية دم وأورام. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. بداية دكتورة خلينا نعرف شو هو السرطان. السرطان هو عبارة عن تكاثر شاذ بيصيب الخلايا. هالتكاثر هذا بيكون سببه إنه يكون في طفرة عملت في خلل بالانقسام تبع الخلايا، عملت لنا هالكتل هاي. بس شو الميزة اللي عم تصير فيها؟ إنه هالكتل هاي ما عم تضل بمكان، عم تغزو أي عضو. ممكن تتوغل عن طريق الدم، عن الأوعية اللمفاوية، تنتقل لمكان تاني، تعمل لي هالانتقالات وهالكتل بأماكن تانية. طيب دكتورة، اليوم في أسباب حقيقية وواضحة لحتى للإصابة بالمرض السرطان، وشو هي ممكن تكون هي الأخطاء الشائعة لما نحن بنصاب بهذا المرض؟ السرطان له أسباب منوعة. هلأ المثبت أكيد في أخطاء جينية عم تكون عنا، أو نحن بنسميها بالناحية الطبية طفرات. لما بنلاقي هالطفرات موجودة عم تساعدنا انه نحن نقدر نلاقي العلاج اللي يجي على هاي الطفره هي. هلا مشان هيك نحن في شيء نحن بنسميه ممكن نكشف هاي الطفرات بوقت باكر لحتى نتنبأ انه ممكن يكون في سرطان بالمستقبل ولا لا. هلا هذا لقوه أكتر شيء بسرطان الثدي. في طفره اسمها البراكا 1 وبراكا 2، هاي متنبأ انه قد ايه نسبه اكبر بصير عندهم سرطان الثدي. وفي ممثله من الممثلات العالميات استأثرت الثدي لانه طلع عندها هي الطفره ايجابيه، مثل ما بيقولوا وقايه مشان ما يصير معها سرطان الثدي مستقبلا. في عنا اسباب ثانيه مثل الكحول، التدخين. التدخين متهم كثير انه من الاسباب الكثير مسببه للسرطان. هلا مو بس المدخن السلبي، يعني مو فقط اللي عم يدخن، كمان اللي قاعد جنبه هذا كمان عم يتلقى مثل ما بيقولوا المواد السامة بكمية صحيح أقل من المدخن، بس كمان عم يتلقاها. في عنا أسباب تانية، التعرض للأشعة كمان تعتبر من المؤهبات لأنه يصير عنا حدوث السرطان. أحياناً نحن العلاج الكيماوي إذا كان أخذه المريض، إذا ما تم متابعة بشكل مستمر ممكن مع الوقت أنه ترد تأهب لنا حدوث السرطان بس بأنواع تانية. بالإضافة لكل بطريقة الغذاء اللي عنا إياها، نحن الغذاء كمان إذا ما كان غذاء صحي كمان ممكن يعتبر من المؤهبات اللي بتساعد لحدوث السرطان، بس مو هي سبب. يعني نحن الشيء عم نسميه إنه عم يساعد لهيصير خلل بانقسام الخلية، هذا هو نحن بنسميه مؤهبات. أحياناً السمنة كمان تعتبر من العوامل المؤهبة لحدوث السرطان. مشان هيك نحن ممكن يصير في عنا طريقة للوقاية، بحيث انه نحن لما بنعرف المؤهبات نحاول نبتعد عنها. يعني نحن لما بنمارس الرياضة نحن هون حاولنا نحافظ على الكتلة البدنية تبعنا ضمن الحدود الطبيعية، فبهالحالة هي ما عاد في عندي سمنة، ما عاد في عندي تغيير بالهرمون، ما عاد في عندي استعداد لانه يصير في خلل بتكاثر الخلية. عنا النمط الغذائي، النمط الغذائي نحن كثير بيهمنا، بس مو يعني انا بدي ابتعد عن اللحوم وبدي ابتعد عن الدهون وبدي ابتعد عن السكر وبدي ابتعد عن الحليب، ابدا. نحن لازم يكون غذائنا متكامل بس ضمن الحدود الطبيعيه، يعني ما في اكسار فيها، لانه الجسم بحاجه لكل هالعناصر هي. هلا في شائعه بتنحكى انه نحن مرضى السرطان اذا اكلوا سكر فهن زادوا من السرطان عندهم او سببوا بانتشاره. هي المعلومه كثير مغلوطه، لانه نحن ما في شيء اسمه والله هي الخليه تغذت على السكر وهي الخليه لا ما تغذت على السكر.
السكر هو غذاء كثير اساسي بالجسم، بس ما يصير في اكثار منه، ما يصير في مبالغه بتناول السكر. بس نحن مرضانا مرضى السرطان بنقول لهم لا، بدكم تاكلوا السكر لحتى يضل في طاقه، لانه الطاقه هي تؤخذ من طريق السكر. فنحن لازم يضل في تناول السكر بس ضمن الحدود الطبيعيه، وابدا ما يكون في امتناع عن هذا الموضوع. في بالنسبه للوقايه، نحن في عندنا بعض السرطانات مثل سرطانات الكبد، نحن لقينا انه بالدراسات التهابات الكبد بي وسي ممكن يكون لها مؤهب مع المستقبل انه يتطور ورم الكبد. فنحن هون لما نحن بنكشف هذا الالتهاب من اوله وبياخذ علاجه، فنحن هون قدرنا نقي. هلا بدول العالم في شيء اسمه وقايه لسرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم كمان في له لقاح، لانه السبب الاساسي في له هو الفيروس الحليوي. فنحن هون لما بنعطي اللقاح بطريقه محدده، فنحن هون ممكن نقي مستقبلا هالفتاه هي من انه يصير عندنا سرطان عنق الرحم. هلا الوقايه كمان نحن بشعار اسمه الكشف المبكر. يعني نحن لما بنقدر السيده او الرجل انه يستوعبوا فكره الكشف المبكر، فنحن هون كثير مثل ما بيقولوا بنقدر نوصل للعلاج بفتره باكره. هلا نحن ممكن نضطر فقط اذا كشفنا مبكرا انه نحن فقط استئصال، ما نضطر ابدا للعلاجات الكيماويه والعلاجات الشعاعيه. طيب دكتوره، قبل ما نفوت ونتوسع بمراحل الوقايه والعلاج، خلينا نحكي اكثر ونوضح. يعني نحن مثل ما عم نلاحظ وحتى اهالينا بيقولوا، قبل ما كان السرطان منتشر بهي الكثره، هلا كل سنه عن سنه عم بيزيد. هل فعلا انه نمط حياتنا تغير، النمط الغذائي؟ يمكن في اشياء صرنا نستخدمها اكثر من قبل، مثل ما ذكرتي احد الاشياء يمكن هي الاشعه وكثير عوامل ثانيه. خلينا نوضح هي النقطه. هلا في طبيعه الحياه تبعنا نحن تغيرت، إن كان بالتغذية، إن كان بآلية الغذاء، إن كان حتى بطبيعة الحياة. نحن صار في عنا حياتنا أكتريتها عملية، ما عاد في عنا إنه مثل ما بيقولوا إن نوفر جزء مثلا للنشاط البدني. طريقة التغذية صارت عنا إياها من الأغذية السريعة، إنه بناخد ساندويتش وبدنا نمضي شغلنا. حتى يمكن متممات غذائية منفضلة عن المتممات الغذائية، نحن عم ناخدها بشكل أحيانا مسرف فيه. هلأ هاد مو يعتبر مثل ما بيقولوا انه هو السبب الاساسي، بس هذا يعتبر من العوامل اللي ممكن فعلا انه يكون لها دور بحدوث السرطان. هلا كمان طبيعه الطقس اللي عندنا اياها والتلوث اللي نحن عايشين فيه كمان له دور. كمان قصه التدخين والارجيله كمان لها دور انه يكون في لها، تعتبر من العوامل الاساسيه بحدوث السرطان. هلا ممكن يقولوا لنا انه طيب واحد صار معه سرطان رئه بس ما له مدخن، ما بيرجل ولا بيدخن، تمام. طب هو وين قاعد؟ انه جو لما بيطلع مع رفقاته، بيقعد بمنطقه مغلقه فيها دخان كثير، هالفتره اللي عم يقعد فيها كبيره، هون كمان له تاثير فيها وبيعمل خلل بانقسام الخلايا. طيب كمان خلينا ننتقل لمراحل العلاج. اوقات في اشخاص بنشوفهم بيكون عندهم مرض السرطان من سنين طويله، اما ما عندهم حاسين فيه او ما عندهم اعراض، اما اللي حواليه ما بيخلوه يعرف مشان نفسيته ما تتاذى. بيقول لك انه انا ما خبرنا انه هو عنده مرض سرطان، ما كنا مخبرينه وضل 10 سنين 20 سنه حتى ممكن يكون بدون علاج. قد ايه هون ممكن العامل النفسي يلعب دور مهم والمعنويات تساعد بمرحله الشفاء؟ صح، العامل النفسي بعلاج مرضانا كثير مهم. هلا كثير مرضى بيجوا لعنا بتكون مراحل متقدمه، بس بتلاقيهم لاجئين لشيء اسمه الطب البديل او الطب الاعشاب. هلا نحن ما في دراسات واضحه على هذا الموضوع، بس بتلاقيهم انه هن جايين بنفسيه مع احلاهم، معتبرين انه هن صار في شفاء. هلا نحن اسمه السرطان اسمه خبيث، فبتلاقي انت انه هو مثل ما بيقولوا انه عم يلعب لحتى يكبر، لحتى يعطي هالحجم هذا او الانتقال لمكان ثاني. فنحن هذا السرطان او الخباثه الموجوده بياخذ وقت لحتى تكبر، بس احيانا بصير في عوامل بتسرع من هالتكاثر هذا، فبنلاقيه انه صار في انتشار له. بس نحن العامل النفسي نحن اذا نقدر نحن ندعمه للمريض، بس مو انه والله انه نخبي عنه، تمام. هلا في بعض الناس بتلاقي انه انا اذا خبيت عنه فهو
لساته ضمن الامور المنيحه، ما انه هو مثل ما بيقولوا فات بمود الاكتئاب او انه خلص انا مرض السرطان عندي يبقى ما في علاج ما في شفاء. لا، نحن الناحيه النفسيه كثير بتلعب دور، واللي بيتقبل المعالجه اذا كان هو مثل ما بيقولوا متفائل وعنده امل انه يصير في شفاء كثير بيكون في استجابه بالعلاج، ونحن كثير عم نلاحظها بمرضانا. طيب دكتوره، اليوم اذا بدنا نحكي عن الاعمار الاكثر عرضه للاصابه بالسرطان بمختلف انواعه، هل في اعمار فعلا معينه ممكن هي الاكثر عرضه للاصابه بالسرطان؟ هلا في اغلب الامر السرطانات مثلا بالعمر الأربعين الى عمر الستين، هون مثل ما بيقولوا في اشياء، يعني في سرطانات اشياء من غيرها، يعني هلا مثلا من عمر الأربعين للعمر الخمسين نحن هون مثلا بنعمل الكشف المبكر لسرطان الثدي. إذا كان في قصة عائلية نرجع فيها 5 سنين لورا. عوامل وراثية يمكن أكثر شيء. تمام، عوامل وراثية كتير إلها دور، مشان هيك لما نحن منعرف إنه هالعائلة مثلا فيها سرطان ثدي أو سرطان رحم أو سرطان مبيض، نحن هون بنقول لهم ديروا بالكم، صار لازم نكشف مو من 40، صار لازم نحن نعمل الكشف المبكر عمر 35 مشان نحن نقدر إنه نكشفه من أوله، لأنه الكشف من المبكر كتير بيفيدني أنا بالعلاج، علاجي بصير أسهل، شفاء عندي أكبر. غير قصة نحن عنا إذا كان في كمان الوراثة بسرطان الكولون، سرطان الكولون كمان يعتبر من اللي فيه شيء وراثي بيتدخل فيه كمان، هذا نحن ممكن إنه نكشفه بطريقة التنظير الكولون. عنا سرطان البروستات عند الرجال، صحيح أعماره بتكون من فوق 50 هو أكثر شيء، بس نحن عنا التحليل المخبري وإجراء الإيكو هذا كافي إنه والله يكشف لي إياه، خاصة كمان إذا كان في قصة عائلية. هلا المشكلة اللي عنا إياها عم نلاقيها يعني أحياناً هي قصة سرطان الرئة مثلاً، السرطانات النادرة مثل المثانة، هدول لأنه ما في عوامل عم تقدر تساعدني إني أعمل كشف مبكر لها غير الأعراض السريرية. مشان هيك نحن ننصح الأشخاص إنه إذا في عنا عرض مستمر ما تعالج نراجع الطبيب، على الأقل إذا عملنا صورة شعاعية كطبقي كصورة نقدر إنه نطمن ونتابع عليها، واللي بيهمني أنا المتابعة، لأنه ما بيكفي إنه أنا عملت الصورة وقالوا لي سليمة، أنا ممكن أضطر إني عيدها بعد 3 شهور لأتأكد إنه هي الأمور ممكن سليمة. ممكن بعد 3 شهور يرجع يطلع لأ. مثلا في عنا داء اللي في الكيسي اللي بيصير بالثدي هذا سليم، والثدي هو طبيعته بيعمل اكياس، بس انت فيكي تجزمي انه كل هدول هن عباره عن اكياس؟ لا، بس لما بصير في عندنا صوره ايكو، مو ضروري المامو ينعمل بشكل مستمر، صوره الايكو بشكل دوري، فانا هون بشوف اذا في شيء جديد ظهر، في شيء عم يزيد حجمه اكثر، في شيء طرق عليه تغيير. طب دكتوره، في حال تم استئصال هاي الكتله اللي فيها وكانت سليمه، بعد قديش لازم المريضه تراجع؟ هلا هي طبعا بتتابع مع الطبيب، طبعا هو اللي بفضل بعد 3 شهور انه يكون في ايكو. مو تعمل العمليه وتنسى خلص. لا، انا هي الفكره اللي بتهمني، لانه نحن هو سليم هذا المرض، بس هذا المرض انا طبيعه الثدي بترد بتعمل ليف ثاني، بترد بتعمل ليف ثالث، يعني انا مو معقول كل ما طلع ليف بدي رد فوتها على العمليه وعرضها للتخدير مشان استئصاله وهو سليم. بس نحن لما بصير في مراقبة أنا ببين معي عن طريق الإيكو أنه والله هون في شذوذ، في شكل هاي الكتلة غير شكل الكتلة اللي فيها، فأنا هون ما بضل أنه نايمة على الموضوع، وإنما بالعكس أنا هون فيني وقت أقول لها أنه لا لازم هاي نقيمة نحللها. دكتورة، نحن اليوم عم نحكي عن مرض السرطان بشكل عام وما عم نخصصه بمكان محدد، ولكن كثير من الأشخاص ممكن ما يشعروا بعارض شو مكان النوع يلي موجود عندهم، ممكن ما يشعروا بعارض وممكن تأخر بالشعور بهذا العارض كمان يزيد من خطورة الشفاء، ولو هيك بآخر دقيقة من الوقت ممكن، لأنه نحن اسمه خبيث، فنحن لحتى تظهر الكتلة بشكل واضح أو هي السيدة أو الرجل إنه يقدروا يكشفوا هذه الكتلة حتى نحن نقدر إنه نعمل التشخيص ونوصل له. ومثل ما قلت لك الأعراض السريرية كتير بتهمنا إذا ما راحت على العلاج الطبيعي اللي إحنا نتداوله. أكيد دكتورة، هيك بالختام بدنا نشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، أكيد ونتمنى السلامة والصحة للجميع. أنا بتشكركم كتير وبتمنى الشفاء لكل مرضانا. شكرا لك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي.